السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم كوكب لينكس. اليوم راح أتكلم عن واجهة سينمن 1.4. طبعا تكلمت قبل عن واجهة سينمن لكنها 1.2، تمام؟ طيب خلونا نشوف وش الجديد. طبعا سجلت كل الجديد هنا بس عشان ما ننسى، مو بكل شيء لكن سجلت المهم بالنسبة لي لأن أشوف أنه يستحق أن يتكلم عنه. أول شيء عندنا الإكسبو أوفرفيو. طبعا هذه الاكسبو اوفر فيو يعني اللي كان يستخدم الكومبس قبل يعرفه، وهي انك اذا حركت الماوس الزاويه هذه لاحظ ايش بيصير. راح يكون عندك الشكل هذا اللي يسمى اكسبو. طبعا الفائده منه تشوف اسطح المكتب الاضافيه اللي عندك، ممكن تضيف زياده، تمام؟ صار عندي 5 اسطح طبعا افتراضيا انه في 2 كان لعبته، تمام؟ هذا بالنسبه للاكسبو. طبعا لاحظ لو حطيت الماوس هنا راح يسوي لك سرد للنوافذ اللي عندك بالشكل هذا، يعني لو فتحت برضو نافذة ثانية بحيث انك تشوف النوافذ. هذا بالنسبة للإكسبو. في سكيل ممكن انك تضغط كنترول ألت سام تحت، راح يسوي سكيل بالشكل هذا بحيث انك تدري وش النوافذ المفتوحة عندك بالورك سبيس الحالي، تمام؟ اللي هو مساحة العمل الجديدة أو الحالية. ايضا عندنا بعض الاختصارات مثل الت ايش اسمه كنترول الت اب راح يسوي الاكسبو بدون ما انك تضغط بالزاويه هنا. ايضا في عندك اللي هو كنترول الت ليفت، هذا مجرد تبديل لاسطح المكتب. طبعا هذا شيء معروف. بالنسبه للخصائص الجديده بعد اللي سيتنجز ابلت اللي هذه موجوده هنا، في هنا بعض الاشياء الاضافيه اللي ممكن تسويها، تمام؟ قبل كنت عشان تسوي شيء لازم تدخل على في ايقونه هنا بشكل ترس نفس الشكل هذا، هذه تمام كانوا حاطينه هنا، الحين لا، الحين حطوا الشكل هذا افضل. ممكن تدخل من هنا تسوي اضافه ابلتس جديده لهنا، البرامج المصغره ممكن تدخل على السيتنجز مباشره. فيه البانل سيتنجز اللي هي اعدادات للشريط نفسه تحت، في هذا البانل اديت مود، هذا حلو بصراحه. تفتح الابر راح يطلع لك الالوان بحيث انك تعرف انه هذا ابلت 1، هذا ابلت 2، هذا ابلت 3 الى اخره. ونفس الوقت تقدر تعدل، تمسك هذا وتشيله وتحطه هنا مثلا، هذا اللي يسمى الاديت مود. بعد ما تخلص من الاديت مود تروح وتشيل الاديت مود. في هنا ايضا البالانس سيتنجز لو حاب تلعب شوي بناحيه مثلا في اوتو هايد اخفاء، مثلا في بعض الناس تحب الاوتو هايد، تمام؟ فيه ايضا لو حبيت انك تطقطق على الخلفيه ممكن تغيره. بالنسبه لللونشرز، هذه يقول لك اللونشرز دراجبل، طبعا هذه كانت قديمه بحيث انك تسحب ايقونه وتنزله هنا. عندنا ايضا هنا اللي هو ترابل شوت، تمام؟ في اشياء ممكن تسويها، ممكن تعيد التشغيل. هذا لوكينج جلاس اللي هو خاص بتطوير الواجهه اعتقد. هنا اذا خربطت الاعدادات انت حاب ترجعها زي ما كانت قبل ستوك، اضغط هنا ريستور اول سيتنجز راح يرجع طبيعي. هذا بالنسبه لل سيتنجز ابلت. في عندنا اللوكاليزيشن، طبعا الحمد لله سووا لوكاليزيشن اللي هو يعني اضافه لغات جديده ممكن يتم تعريبها قريبا، ما ادري اذا كانت متعربه كامله ولا لا. ايضا في اشياء سووها اللي هي مثلا اونلي يوز ورك سبيس، اللي هو اذا كنت تشتغل على اكثر من شاشه، طبعا الخاصيه هذه ممكن انك تفتح مثلا ورك سبيس واحد بشاشه ورك سبيس ثاني والورك سبيس بشاشه ثانيه اقصد. بالنسبه للزوايا هذه زوايا الشاشه، قلنا اذا حركت الماوس هنا راح يكون عندك امكانيه انك تغير، تمام؟ صار في امكانيه انك تعدل بالهوت كورنرز من هنا، هذا السيتنجز، بعدين تروح للهوت كورنر تختار اللي تبي، تمام؟ مثلا حاب تخليه توب رايت مثلا، وبعدين طبعا لما تخلص من الحركات هذه لازم تسوي ريستارت سينمن، تمام؟ راح تلاحظ انه صار عندي بالجهة اليمنى فيها التعديلات على عكس قبل شوي. ايضا بدل ما انه مثلا يسوي اكسبو مثل قبل شوي انه يطلع النوافذ بالشكل هذا، الحين هذا صار سكيل، قبل شوي كان اكسبو. ممكن اذا انت حاب الشغله هذه تخليه، او انك تخليه مثل ما هو كان قبل اللي هو اكسبو. طبعا انا افضل اكسبو. هذا بالنسبه للهوت كورنرز. عندنا ايضا ايش عندي بعد،
تمام. تكلمت عن هذه قبل. في عندك الويندو ليست طبعا اللي هي أبلت، ممكن تضيفها من هنا. هذا ورك سبيس، ممكن تحريك تضغط هنا وهنا. طبعا الاشياء المضافه الجديده انكم كنت تحرك الكوره حق الماوس او الكفر الماوس من يسمى تمام، بحيث انه يبدل. بالنهايه عندك اللي هو بعض الابلتس صار فيه تطوير بالابلتس. طبعا مثلا عندك الابلتس الساعه التقويم، لاحظ انه صار فيه شكله احسن من قبل. فيها ايضا الصوت، في عندك شو اسمه الاجهزه الموصله، في ايضا الشبكه، كله سووا له تعديلات. تقريبا هذا اللي مهم بالواجهة تمام. بصراحة صارت أحسن من قبل، أسرع، في مشاكل انحلت. طبعا أنا جيت للمنت إن شاء الله أني قاعد على قلب المنت. يلا شكرا لكم. سبسكرايب، هذولي لايك حركات. يلا مع السلامة.